السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. من خلال المركز الإعلامي لنقابة المحامين بنقدم رد على التساؤلات التي ترد إلى المركز الإعلامي من السادة المواطنين بشأن بعض الأمور القانونية، ويمكن أكتر حاجة يعني بتشغل الناس حاليا هو المقترح بقانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب. والحقيقة يعني ورد إلى المركز الإعلامي سؤال عن ماذا لو امتنعت الملتزمة بتمكين المطلق أو من له حق الرؤية في رؤية الصغير، يعني واحدة أو واحد ما التزمش بتنفيذ حكم الرؤية، إيه القانون الجديد، إيه الأمر في هذا الأمر؟ والاستضافة، وماذا عن الاستضافة؟ امتنعت عن إنها تسمح بالاستضافة. طيب والتالت بقى، الاحتمال التالت، ماذا لو المستضيف استضاف الطفل ورفض يرجعه؟ تلات امور دول القانون اهتم جدا بالتركيز عليهم، والمقترح ان يكون عدم تنفيذ حكم الرؤية له عقوبة، عدم تنفيذ حكم الاستضافة له عقوبة واضحة وهي الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه. طيب ماذا عن عقوبة المستضيف الذي يمتنع أو يتعمد مخالفة الضوابط المقررة في حكم الاستضافة، سواء من حيث المدة أو من حيث إعادته في وقت معين كما قرره القانون أو كما قرره الحكم؟ في الحالة دي هناك عقوبة وهي الغرامة وسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز 2 شهر، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يبقى هنا لو امتنع المستضيف بقى، تعالى بقى احنا بنتكلم كل ده عن الغرامة لو خالف ضوابط الاستضافة، يعني جاب الولد بعد وقت أطول حاجة زي كده. لكن ماذا لو امتنع المستضيف عن تسليم الطفل، يعني أخده يستضيف ابنه يصطحبه البيت وبعدين بعد كده مرضيش يرجعه لوالدته؟ القانون تشدد في هذه المسألة وجعل العقوبة الحبس 6 أشهر، كما أضاف عقوبة أخرى وهي سقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة. طب وماذا عن الرؤية؟ لا، القانون لما تحدث عن الرؤية، عشان كده احنا يعني مش عارفين الرؤية يعني ماذا سيحدث عند مناقشة هذه المسألة، لأن هو المستضيف هنا إذا يعني امتنع عن إعادة الصغير، طب هيرجعه بعد كده، هل له رؤية؟ خلاص هو اتحرم من الاستضافة وفي عقوبة 6 شهور، لكن هل يسمح له بالرؤية؟ أعتقد إن مش هيبقى مسموح له بالرؤية عقابا له على ما اقترفه من هذا الأمر. أخيرا هنضيف حتة جميلة، إنه لا يجوز السفر بالصغير إلى الخارج. مع مين؟ مع من له حق حضانته، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين. دي نقطة جميلة ومهمة، لأن بعض الآباء يعني قد يستغل الأمر وياخد ابنه، أو الأم قد تستغل الأمر وتصطحب ابنها إلى الخارج، وعشان كده القانون جعل هناك إذن بالموافقة الكتابية الموثقة من الطرف الآخر حماية للطفل ولإعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين. أشكركم وأتمنى أن أكون قد أضفت ولو معلومة بسيطة في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.